أول ما وصلنا على كل كرسي في هذه الأكياس اللي أنتم شايفينها. هلا رح نفتح ونشوف الأكياس شو فيها. أنت في قطر، تخيل يرعاك الله. طبعا هذه لفاحة، وهذا تيشيرت، وهذا تروفي باحتفالية كأس العالم. شوفوا ما أجمله. طبعا في سمول بادج تبع كأس العالم، وهذه أعتقد أنها هي تنحط بريسلت بالإيد. آخر شيء بدنا نوريكم هون، شو فيه؟ أوه ماي جاد، عطر. ولسه في عندنا هذا الباك هون، خلينا نشوفه. تشيك 1 تشيك 2 أوه ماي جاد، تخيل يرعاك الله، تخيل يرعاك الله. أنت في خطر. 4 5